بسم الله الرحمن الرحيم. أقدم نفسي، أنا اللواء طيار فكري الجندي، قائد السرب الـ15 المصري الذي قام بأعمال قتالية في حرب أكتوبر من على الجبهة السورية. والحمد لله كان لنا شرف أعمال عظيمة، منها بشكل بارز إسقاط طائرات فانتوم في اشتباك جوي مع الميج 17 فوق سماء دمشق. ده أولا. وثانيا إن إحنا حققنا حوالي 20% من طلعات المخططات القصف على الجبهة السورية. وأعمال أخرى ستتضح إن شاء الله في التسجيل اللي هنقوله بإذن الله يوم السبت 26 الساعة 8 على حي أو لايف، يعني على قناة اليوتيوب وعلى قناة الفيسبوك. وبهذه المناسبة كان هذا السلب محل تقدير الحكومة السورية والقوات الجوية السورية، ومنحنا أعلى أقسمة بسهم الشرف العسكري بمرور فارس، وسام الحرب طبعا الممتازة، وسام الاستحقاق، وسام أخرى، وميداليات وناشين. وهذا الحمد لله فخر لنا، فخر قواتنا الجوية المصرية. والحمد لله إن شاء الله انتظرونا.